برضو يعني يا سيف عايزك تقول لي اصعب الاوقات في ماتش النهارده، يعني ايه الوقت اللي حسيت فيه الشوط الثالث احنا خلاص فرقنا، لكن قبل كده الشوط الاول والثاني ولا يمكن في الشوط الثالث مش عارف، قول لي بدايه الشوط الثالث. بدايه الشوط الثالث لان كانت بدايته مهمه جدا. يعني دي اللي كانت زي ما شفت احنا فرقنا في الشوط الثالث، فكانت بدايته كانت لازم ننزل مركزين تركيز جامد جدا، لان احنا زي ما عمر قال احنا كل ماتش بدايه الشوط الثالث تبقى اهم بدايه بالنسبه لنا. فهي دي لو كنا يعني زي النهارده كده فرقنا الحمد لله الماتش بقى مش سهل بس بقى اسهل. بس ما تقعدوش تاخدوا على كده يعني اللي هو انتوا تسيبونا الاول الثالث، يعني احنا بنلعب الماتش فيه ماتشين في شوطين. هو الباسكت كده، هو الباسكت كده والله، هو الباسكت كده دايما انت ما رايح جاي يعني. بالظبط يعني على طول طول الماتش هتلاقي شويه. بس هو قصده يعني مش لازم يبقى رايح في الاول على طول. بص بقى بص بقى مش لازم يبقى في الاول رايح. بس هو دايما بيبقى اهم شوط في الباسكت بالظبط اول خمس دقايق في الثالث. اول خمس دقايق في الثالث احنا نلعب في الهب. طب خلاص خش على الثالث على طول، يعني نعتبر نفسنا في الشوط الاولاني والثاني ده ما جيناش مثلا ولا ايه؟ لا مش كده، بس يعني هو زي ما الثلاث ماتشات على فكره اللي احنا كسبناهم كان البدايه اتاخرنا في البدايه برضه. لا البدايه ما كانتش متاخره، لا بالعكس الثلاث ماتشات اللي احنا كسبناهم الماتش الجيم فيه انا الاربع ماتشات صار اتفرجت على متاخرين في الاول على طول. بس جبتوا بس متاخرين قليل يعني قليل. مش متاخرين لا طبعا مش زي الماتش بتاع اللي فات على طول. فات على طول ده فرق الاتحاد فرق، فعرفنا ان احنا مش هنكسب الماتش ده يعني انت فاهم. احنا رجعنا احنا رجعنا على فكره، على فكره هو الكره الثلاثيه 6 بونت 5 فرق 10 لا فرق 10 بالظبط 75 65 انا فاكر بالظبط.